مقدم صالح عبد الله محمد، معانا عمر فوج طائر 18 شهيدي. حياك الله. النقيب عبد الفتاح خليل ابراهيم، امر السريه الاولى سيدي. زيارتنا اليوم الى فوج طوارئ 18 التابع لقياده شرطه محافظه نينوى، وهو احد الافواج اللي هي ضمن امريه افواج طوارئ قياده شرطه محافظه نينوى. فوج 18 قاطع المسؤوليه ماله ناحيه حمام العليل ومقره في ناحيه الشورى. الكل يعلم قاطع المسؤوليه هو من القواطع المهمه الموجوده في قياده شرطه نينوى. اسند لهذا الفوج مهمه حفظ الامن والاستقرار في هذا المكان بالتعاون مع الاجهزه الامنيه الموجوده ضمن قاطع المسؤوليه. الان فوج 18 يؤدي واجبه بصوره جيده، نطمح الى المزيد ونطمح الى ان يكون العمل بمنتهى الامانه والنزاهه والعمل والمصداقيه. عملكم جيد، عملكم متواصل، المعلومات والتقارير والزيارات والاخبار تجينا اخبار جيده، نطمح الى المزيد. ايضا ضمن قاطع المسؤوليه معكم عدد من القطاعات الامنيه الموجوده، يجب ان تتعاونوا معها وتعملوا بروح الفريق الواحد. اؤكد على اليقظه والحذر والانتباه الشديد. اليقظه والحذر والانتباه الشديد وتفويت الفرصه على كل من تسول لونه نفسه بالعبث بامن بلادنا ومحافظتنا. ايضا النقطه الاخرى هو التعاون مع الاخوه المواطنين الاعزاء الكرام الموجودين ضمن قاطع المسؤوليه والساده الشيوخ والوجهاء ومختاري المنطقه من اجل الاستمرار بهذا الوضع الامني الجيد ان شاء الله. عملكم متواصل، عملكم دؤوب، اطمح دائما للمزيد. ايضا لكم لجان التفتيش الاداري والمهني اللي بتجي من وزاره الداخليه خلال هذا العام، ايضا تتهيئون للتفتيش الاداري والمهني، واحنا داعمين وساندين لقياده شرطه نينوى وكل اقسام وفوج الطوائر العامله ضمن القاطع.